الحاجات اللي يمكن ناس كتير بتشوف ان هي من المهملات، او الحاجات دي ممكن ما اقدرش ان انا استخدمها مره تانية، او مش عارفه حتى ان انا استخدمها في ايه. فهم قرروا انه من الشوالات بتاعت القهوه يعملوا اشكال شنط زي ما هنشوف معاهم كده، وحاجات تانية كتير بديزاين مختلف، وكمان يساهموا في فكره اعاده تدوير المخلفات. منورنا هنا في الاستوديو اصحاب المشروع، يمنى حافظ، ازيك يا يمنى؟ ازيك؟ عامله ايه؟ وندى حاتم، ازيك يا ندى؟ منورنا. ازيكم؟ ازيك؟ عاملين ايه؟ ومنورنا. اولا حابب اهنيكم قوي على يعني بجد الموضوع شكله حلو، يعني عارفه لو هو لا يعني بجد فكره جميله جدا، و يعني عارفه زي ما بيقول لك مصر كده دايما يطلع منها حاجات ما حدش يقدر يستخدمها او يعملها. فعلا الشوال ده كان بيبقى مصيره يستخدموه في الديكوريشن، يا خلاص بيتقلب بقى على كده تخزين او اي حاجه او بيترمي. بس احنا هنيجي نتكلم عن تفاصيله، بس برضو انا حابب اعرف منكم انتوا دارسين ايه يعني، وايه علاقتكم اصلا باعاده التدوير، والموضوع مشي معاكم ازاي؟ شوفوا مين عايزين يجاوب او اللي انتوا عايزينه. بص احنا الاثنين يعني مهندسين معماريين هندسه عماره، احنا لسه ما اتخرجناش يعني من الجامعه ما شاء الله. بس ايه علاقتنا بإعادة التدوير عامة؟ يعني إعادة التدوير كفكرة كنا بنتعلمها في عمارة، ان احنا محتاجين نعيد التدوير في حياتنا عشان ان شاء الله كده كمان كام سنة الموارد في الحياة هتختفي. صح. فاحنا كنا بنتعلم فكرة اللي هو sustainability او الاستدامة، وان احنا محتاجين نعيد التدوير في بالظبط اللي هو في الخامات وفي خامات البنى مثلا وكده. بس فهو ده يعني كان بيبقى معلوماتنا. فابتدينا احنا يعني نتعمق اكتر في ايه فكره اصلا الريسايكلينج، ايه الخامات اللي ممكن نستخدمها نريسايكل كده يعني. حلو. طيب قولوا لي ليه شوالات القهوه بالذات، يعني ايه اللي لفت نظركم فيها؟ بصي هو انا هقول لك احنا ابتدينا الموضوع ازاي. احنا ابتدينا بان احنا عايزين نعمل مشروع يبقى ليه علاقه بابسايكلينج، ويبقى بنعمل منه برودكت صغيره. وبعدين قلنا ابتدينا فكره خالص بان احنا نابسايكل حصير اصلا. فقلنا عشان الحصير المصنع بيبقى فيه بلاستيك نستخدمه ونعمل له اعاده تدوير. بعدين يعني رحنا ولقينا ان البروسيس هتبقى صعبه شويه ان احنا نعرف ندخلها في منتجات صغيره. ف يعني بالصدفه كنا بنشرب قهوه في مكان فلقينا شويله، فقلنا طب ما ناخد الشوال ده ونعيد تدويره، وبرده هو شكله يعني مدي شويه الروح بتاعت البراند اللي احنا عايزين نطلع بيها في الاخر. فبالظبط بعدين في الاخر قمنا قايلين طب ما وبعدين جربنا بقى كذا حاجه وطبعا فشل كذا مره، بس يعني في الاخر عرفنا نطلعه الحمد لله. لا بس هي شكلها حلو لانه كمان يعني يمكن بص على بتاعتي ليه عندك واحده؟ ما انا انا بصيت لقيت عشان انت حاططها في الجنب كده. لا لا هقول لك عشان انت بتاعتك الشوال بتاعك مكتوب عليه تاريخ الانتاج والصلاحيه، يعني الشوال تقريبا زي ما هو فعجبني قوي عشان كده لفت نظري. لا يعني الشنط دي بنشوف شنط يمكن مش نفس الماتيريال، بتبقى حاجه شبه الخوص كده شويه وبتتباع وبتتباع بارقام غاليه جدا وبتطلع موضه جدا. فيعني حلو ان انتوا عاملين حاجه هدفها اعاده تدوير، ولكن هي برضو موضه وبتجذب ناس كتير وبنات كتير هتبقى حابه الموضوع. الحلو فيها ان هي ريحه البن الاخضر باينه فيها. انا عشان بحب ده اقل ريحه نفهم. ايوه بالظبط. بص برضو يعني واضح للساده المشاهدين برضو انا مش شامه بن يا شيخ. لا ده ريحه البن الاخضر. انا شامه حنه. لا لا هو بني حاجه ثانيه. طيب هي اهي زي ما هي كده، ده ظهر ليها او ده جهه يعني من الجهات ودي جهه برضو، والكتابات دي طبعا بتكون حاجات تبع الاستيراد، مثلا تاريخ الصلاحيه، نوعه، الوزن، الحاجات دي كلها. طيب انا عايز اعرف برضو منكم يعني الرحله مشيت معاكم ازاي، ان انتوا اصلا تحولوا دي من زي حاجات زي جاربج او مهملات او حاجه زي كده، ان انتوا تحولوها اصلا لشنطه او لبرودكت. الرحله مشيت معاكم ازاي؟ برضو اللي عايز يجاوب بيجاوب عشان طيب بص يعني هو احنا الموضوع ابتدى معانا بان احنا ابتدينا نفكر في ديزاينز وابتدينا نبص على انسبيريشنز وابتدينا نشوف احنا عايزين نعمل ايه بالظبط، وبعدين نزلنا نشوف بقى ازاي ننفذ حاجه زي كده. بس انا يعني برضو عن تجربه احب اقول جماعه انزلوا شوفوا ايه الافيلبل الاول وبعد كده صمموا، يعني ما تصمموش من قبل ما تصمموش من قبل ما تعرفوا ايه اللي افيلبل اصلا وايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي مش ممكن يتعمل. بس فاحنا عملنا ديزاينز ونزلنا بقى ابتدينا نروح ورش ونقول لهم عايزين نعمل كذا كذا ورش خياطه شنط يعني.
كان اللي هو الاول لا ده مش هينفع، ده الابره بتاعه المكنه بتاعتي مش هتنفع، طب هات ابره اتخن مش عارف ايه كده. عايزه الابره اللي تريكو، عايزه الابره اللي كان بيتقال لنا طب وليه يا جماعه ما نجيب الخيش اللي هو العادي وبتاع، بس لما لقوا البرودكت طلع مع الوقت عجب يعني عجب. لما وقفنا على ايديهم واللي هو لا هي الشنطه هتطلع كذا، فهم لا ابتدوا هي تبقى لايف تايم على فكره، ان هي يعني الشوال ده او خامته ديوربل قوي يعني يعني بتفضل عايشه فتره كبيره جدا، ما يحصلوش حاجه غير لو انت قاصد انك تبوظه غير كده لا يعني. بس فهم يعني الموضوع كان فيه يعني صعوبات كده كتيره، بس